سنتابع الآن حديث إبراهيم هزازي بعد نهاية المباراة، وهو أحد أطراف الأحداث التي حدثت في نهاية المباراة. والله أقول له أنا حاب أوصل له لعبة الأهلي وجمهور الأهلي. أمي فوق أعلى سلطة، هذه أمي، إذا ما حفظت على أمي سمعة أمي ماني رجال. منصور لسببك، يعني أنت تقول إنه منصور هو يعني زي فيكتور، يعني اسم عار أمي يعني بالعربي بالعربي عربي، يعني ايش تبغى اكثر من كذا؟ يعني جمهور الاهلي المباراه شغال بالقوي يرمونه. بس فيكتور، من المباراه الماضيه انت كان بينك وبين انه يعني في الملعب احداث، شفت ابراهيم الزازي من يوم ما جاء الاتحاد الحمد لله ما في اي شيء، اليوم هم حبوا انه يوقعوني، يعني ابراهيم هذه اخلاقه هذه، شوف رب العيب يعني رب لعيبتكم علموهم ايش الاخلاق ايش الرقي. يعني ابراهيم كان بالاهلي كانوا يقولوا ابراهيم فيه ابراهيم يخطي ابراهيم يخطي، فهمت؟ سويت حسابات هي؟ ممكن هم هذه مشكلتهم، مو مشكلتي بالعكس، انا قاعد ادي شغل ادي عمل، انا لاعب محترف اديت اللي عليه، بس كانت شفت يعني يمكن اللقطه يمكن موجوده في المركز الاعلامي، انت بتشوت هذه مصرحة، شوف ريك شوفها ايش هذه الضربه، هذه من منصور المباراه، وصل المباراه اي من منصور، اكيد منصور وغيره فيكتور، خليني ساكت ما بتكلم اكثر من كذا، مالي بنحط انت ما تبي تتكلم لحظه، ما بحط شماعه، انا اقول جمهور الاتحاد انتم متعودين على البطولات وهارد لك لنا، بس قبل هي مو شماعه، انا ما سالتك عن المباراه، انا سالتك عن احداث منظر الكل ما صار انه وجود رجال الامن، وجود بعض الجماهير، يعني بعض يعني منظر ما كان غير حضاري غير المباراه، ما بتكلم كل امانه اقول لك منظر مؤسف، يعني انا اكيد بدافع عني يا اخي، بدافع عن نفسي يا اخي، يعني غير الجمهور وغير، يعني واحد من الجمهور نازل الملعب، وين الحراسه؟ وين هو الحراسه بموضوع قرير احد الاسيا ما عنده عقوبات، رمي اقول الحكم شاف القاروره، يعني كويس انها ما جت في راسي، لو صار لي شيء بستفيد من جمهور الاهلي ولا من الامير فهد ولا من اي احد، لا معليش، وقبله امي وفي النهايه امي فوق كل مين، هذا اخر كلام عندي.